اهلا ومرحبا بكم من جديد. ضلال الاصيل، مساحات متجدده تجمع بيننا وبينكم. الى اولى المساحات في حلقه اليوم، مبادره بيت لكل يتيم. هذه المبادره التي انطلقت قبل فتره قليله، المبادره الانسانيه التي تهدف لايواء الايتام وخلق مجتمع متعاطف ومتراحم. أرحب باسمكم جميعا بضيفتي داخل الاستوديو، الأستاذة اعتماد البدوي النور، مديرة مركز شيخة الخاص للأطفال. مرحب بك حبايبك عشرة. مرحب بقناة الشروق، ومرحب بالأخ نزار. وحقيقة أنا سعيدة بالاستضافة، وحقيقة هي مبادرة إنسانية كبيرة كانت بتحتاج لمساحات كبيرة، يعني مساحات إعلامية ومساحات إذاعية. وهي مبادرة حقيقة انطلقت ما من فترة طويلة حقيقة، أنا كنت بفكر فيها من شهر واحد، وسبحان الله لقيت أخو زميل المعز قاسم محمود، لقيت عنده برضو نفس الفكرة اللي هي بيت لكل يتيم، وهي مبادرة إنسانية دينية اجتماعية الهدف منها إيواء الأيتام من دار الأيتام وفتح البيوت لهؤلاء الأيتام ولكي يعيشوا في أسر مستقرة. وحقيقة المبادرة مستهدفين بها يعني كل الزميلات والزملاء والأخوان والأخوات، وكل زول يعني محروم من نعمة الأطفال، إذا كان لظروف صحية أو إذا كان تزوج يعني في عمر متأخر وما أنجب، أو زوج مثلا ما بينجب. فنحن حبينا نفرحهم بالمبادرة. وحقيقة هي المبادرة دي يعني يمكن ناس كثيرين بتكون في ذهنهم لكن ما كانوا عارفين الإجراءات الصحيحة، أو ما عارفين يصلوا دار الأيتام، أو ما عارفين شكل الكفالة. فنحن كمبادرة انطلقت مننا أنا وأستاذ المعز، ومعانا أكثر من 200 من الزملاء والزميلات وناس انضموا لنا للمبادرة. حبينا نعرفهم بالإجراءات الصحيحة بتاعت المبادرة، وحبينا نوريهم فضل اليتيم، فضل الديني زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أكافل اليتيم وأشر بأصبعيه السبابة والوسطى. حبينا إنه الناس نحن يبقى لنا خير الدنيا والآخرة، وهم تبقى لهم برضو الجنة ويكونوا في منزلة الأنبياء إن شاء الله. طيب يعني أستاذ اعتماد، خلينا نبدأ بشيء من التفصيل عن نشأة الفكرة وحدودها. يعني من 200 بدأت الفكرة، وحدودها وين؟ في أي مكان بالضبط؟ تمام. وإنتوا قاصدين بيها شنو بالضبط؟ تمام. حقيقة المبادرة نشأت من شهر واحد زي ما كلمتك، أنا فكرة وصادفت أخو زميل برضو عنده نفس الفكرة، فاتفقنا نعمل مبادرة كبيرة عبر جروبات في الواتساب نسميها مبادرة بيت لكل يتيم. وحقيقة هي المبادرة حدودها كان في كله، أنا طبعا زولة مختصة في مجال الأطفال ومديرة مركز في الخرطوم هنا، المبادرة بدأت في الخرطوم. فحقيقة أول ما استهدفت الزملاء والزميلات، كل الناس اللي معانا في التعليم الخاص إذا كان أصحاب مراكز أو رياض أطفال أو مدارس خاصة أو كده. وحقيقة يعني زي ما بقولوا يعني هم ما قصروا ذاتهم، بس المبادرات في جروب أخرى، فجونا طيف كبير من المجتمع السوداني. إحنا أستاذ اعتماد عايزين نشرح المبادرة، يعني لما تقولي بيت لكل يتيم الناس حيفتكروا إنه أنتوا عايزين تملكوا بيوت للأيتام. أيوة حقيقة. فأشرح الفكرة، يعني أيوة أنتوا قاعدين شنو بيت لكل أيوة يتيم؟ حقيقة كان الفكرة في البداية الناس دخلوا معانا فاكرين إنه عندهم أيتام نديهم بيوت. بيت لكل يتيم نحن قاصدين كل زول محروم من نعمة الأطفال يفتح بيته عشان يكفي اليتيم. بيت لكل يتيم هي مبادرة بتاعت كفالة الأيتام من دار الأيتام للناس اللي ما عندهم أطفال يفتحوا بيوتهم عشان ينعموا بنعمة تربيتهم ويبقى لهم أجر في الدنيا والآخرة. هي ما تمليك بتاع بيوت، هي مبادرة إنسانية اجتماعية دينية. قصدنا بيها كل الأيتام الموجودين في دار الأيتام، وقلنا إن شاء الله لحد 2030 إحنا ما دايرين دار أيتام في السودان، وما دايرين سرير فيه طفل يتيم فاقد السند فاقد الأبوين. نحن دايرين كل الأطفال دي تتفتح لها البيوت، والناس اللي ما عندهم أولاد يكفلوهن ويربوهن ويسندوهن ويبقوا لهم سند في الحياة إن شاء الله. طيب شنو الشروط للمبادرة دي؟ أيوة حقيقة نحن طبعا عشان نعرف الشروط في البداية، نحن طبعا ما شرعنا نعرفها، فوصلنا لدار الأيتام والحمد لله ما وجدنا منهم غير التعامل السمح، ولقينا إصطاف راغي جدا، ولقينا يعني باحثات اجتماعيات، ولقينا ناس من يعني دكتورات بتاعة أطفال. فحقيقة المبادرة شروطها سهلة جدا بالنسبة للزوجين، يعني الرقم الوطني وشهادة السكن بالنسبة للزوجين، وبيطلبوا منهم صورة من القسيمة، ويطلبوا بالموافقة، أهم شيء الموافقة بتاعت الزوج على أساس إنه هو رب الأسرة وداير يكفل اليتيم في بيته.
وبيطلوا أهم حاجة في العمر إنه الأمة تتجاوز موالد 1973، يعني الأم من 73 لحد 74 لحد ما تصل سن 18 سنة السن القانوني اللي بيسمح لها إنها تربي الأطفال. فحقيقة لقينا الشروط بتاعتهم سهلة وشروط جميلة، والكفالة دائما بتكون مدى الحياة، وحتى هم ذاتهم عندهم طبعا حاجات وعندهم إدارة قانونية بعد ذاك على أساس إنه الطفل تاني ما يرجع دار الأيتام، يبقى ولدك. وحتى يعني من المبشرات إنه حتى الطفل لا قدر الله لو مات يعني دمه خلاص، لو كان ولدك برضو كان حيموت. يعني جميل، الكفالة ما هي إنك تكفل الطفل في دار الأيتام، تكفله وتتبناه في بيته. أيوة، يلا المبادرة اسمها بيت لكل يتيم، عايزينك تفتح بيتك لليتيم، تشيل الطفل. أيوة، لا التبني لغير المسلمين والكفالة للمسلمين. تكفل الطفل يعيش معك مدى الحياة، يبقى لك ولد، يبقى لك سند ينفعك في الحياة، وأكيد أنت زي ما قدمت له من خير وقدمت له من فضلي وربيته وعلمته، أكيد حيبقى لك سند ويبقى لك ولد وخير لك أنت في الدنيا وفي الآخرة. طيب أستاذ اعتماد، شنو الدور اللي قمت به وإنتوا في المبادرة تجاه دار الأيتام والأيتام تحديدا وتجاه المجتمع ككل؟ نحن أول حاجة الدور اللي قمنا به لما بدينا المبادرة، بدينا جروبات توعوية في الواتساب، وبدينا انا بديت بالمقاطع الصوتيه، شرحنا للناس الكفاله وعرفناهم من هو اليتيم واليتيم فاقد السند، وريناهم انه الطفل اذا عاش ما في اسرته بيكون عايش متزعزع او طفل شوارع او طفل متشرد، ووريناهم انه عدد الاطفال يعني كثيرين في دار الايتام، وريناهم انه انت بدل يعني اي واحد لو كفل طفل خير له في الدنيا والاخره. حقيقه لقينا استجابه بصورة ما طبيعية، بدينا بخمسة لخمستاشر، الآن عندنا 50 ملف جاهزة ومنها 15 دخل عملت إجراءات كاملة منتظرين التسليم بتاعنا للأطفال. الخمسين ديل جابوا لنا 50 تانين، بقت المبادرة بدل نحن ناويين 50 طفل مشينا لمية، وطمعنا إنه نكفي 1000 يتيم. يعني نتكلم برضو عن الأهداف الخاصة بالنسبة بمبادرتكم فكرة المستقبلية، يعني أنتوا الآن بديتوا بخمسة أنفار وبالمقربين شيئا فشيئا كبرت المجموعة، عملتوها 50 والخمسين جابوا 50، لا شك أنه الهدف سامي ونبيل، لكن تكلم عن أهدافكم أنتوا في المبادرة ذات رؤيتكم للمبادرة منذ البداية، الفكرة الأولى أنت ومعز لحد ما الآن كبرت وبقت مبادرة كبيرة وشملت أطياف واسعة من المجتمع، ونحللها بنتكلم عنها في ظل الله العظيم. حقيقة كان فكرتنا للمبادرة يعني نحن شفنا من حوالينا يعني صديقات وأصحاب ويعني ما عندهم أطفال وبيوت كلها وحشة وما فيها استئناس، فحقيقة نحن حبينا نفرح كل البيوت طرفين. كل الطرفين نفرح البيوت المفتوحة وما لقي لها طفل وعايشين الأب والأم براهم في وحدة، فحقيقة لقينا استجابة كبيرة على أساس إنه الناس دي فرحت وقالت يا جماعة نحن ما عارفين الاستقرار وما عارفين الأطفال ديل الإجراءات بتكون شكلها كيف. يعني واحدة أم دخلت علي بتبكي تقول لي يا أستاذ احتماد ما تتخيلي نحن شعرنا بإنسانية المبادرة كيف، أنا دايراه وحتى لو ما من دار الأيتام، حتى لو لقيتي واقع في الشارع في كرتونة جيبي لي أنا بربيه وبحسن تربيته وإن شاء الله حيكون ينفعني ويرفعني في المستقبل وكده. فلقينا وعي كبير جدا جدا من الناس، الناس تقبلت الفكرة بصورة يعني انتشرت، نحن ذاتنا ما متوقعين إنه قلنا نخلي الموضوع بعد سنة نتكلم عنه، لقينا المبادرة تكلمت عن نفسها، الناس كلها بقت تتصل، الناس كلها دارت تعرف الشروط، الناس ما كان فاهمة إنه في دار أيتام وفي شروط وفي كفالة دائمة، والكفالة زي ما قلنا للمسلمين والتمني لغير المسلمين، وحتى الأشياء اللي كانت مفرحة بالنسبة لهم حتى الناس المسافرين برضو بيسمحوا لهم إنه يكفلوا يتيم، ومن حقه يسفروا ومن حقه يطلع لي جواز ورقم وطني ويبقى ولدك حتى لو في بلد المهجر أو في السودان. طيب جميل، المبادرة وصلت وين الآن؟ الآن المبادرة وصلت الحمد لله، نحن ما قلنا لكم كنا مستهدفين 50، الآن عدد الملفات ماشي على 100، ونحن المبادرة ما حتنتهي بس نحن وسطاء سلمناك طفل يتيم ترعى في بيتك، نحن معانا مرشدين اجتماعيين، معانا باحثين اجتماعيين، ومعانا مرشدين نفسيين، بعدين حنزورك في البيت، حنعمل ورش كبيرة، حنتابع الأطفال الأيتام داخل البيوت، حنبقى لك سند. وحتى ذاته يعني ناس دار الأيتام فرحونا بأنه يا جماعة التجربة تنجح بعد سنتين ممكن نسمح للأم الكفلة اليتيم الأول تجي تكفل اليتيم الثاني، فما تتخيل يعني الواحد حسة بالناس دي حست باستقرار أسري ما عادي. فنحن ما مبادرة يعني اجتماعية أو إنسانية خلاص بس نحن نعرفك بدار الأيتام ونديك، لا نحن حنكون متابعينك مدى العمر، متابعين طفلك يعني لو بقينا حيين في الحياة إن شاء الله بإذن الله تعالى،
نتابعك، نعمل لك ورش، نعمل لك زيارات، وحتى ناس دار الايتام ذاتهم ما قاعدين يقصروا، عندهم اتيام بالزور، عندهم اتيام بتغيس، عندهم بيتابعوا الطفل ذات وطفلهم الادوك لده، يعني هم متابعينه تماما، بالاضافه متابعه زائد متابعه اكيد حيطلع طفل سليم وطفل معافى في المستقبل. وانا هنا بناشد كل الامهات والاباء والناس اللي ما عندهم اولاد، بقول لهم يا جماعه والله حقيقه خير لكم في الدنيا والاخره، كل من اتى الينا وجاء قدم، نحن مبادرتنا انسانيه اجتماعيه ما فيها مال، نحن لا منظمه ولا جمعيه ولا بنشيل قروش، نحن بنخدمك لوجه الله، نربطك بجهات الاختصاص. ايكم وين مقركم وين؟ انا حالا الان نحن مستضيفين المبادره في مركز شيخه الخاص في شارع المطار، في نفس المركز بتاعي ذاته انا استضفت المبادره، لحد نحن ان شاء الله هنعمل لنا مغر كبير، والمبادره دي ان شاء الله هتمشي من الخرطوم لبحري، حتتمشي لأم درمان السبع محليات، بعد ذاك نحن حنطلع إن شاء الله للأغاليم وحدعين كل السودان، وإن شاء الله حتصل بر السودان. جميل، أنتوا الآن بديتوا بالأيتام الموجودين في دار الخرطوم تحديدا. دار الخرطوم للأيتام. نعم أيوه. دار الخرطوم للأيتام. هل استطعتوا أن تجدوا كفالة لكل الأيتام الموجودين في الدار؟ والله طبعا هم عددهم كبير، لكن إحنا هسه زي ما قلت لك إحنا عندنا هسه 50 جاهزين، وبعد ما نخلصهم حنستلم الخمسين التانيين، بقينا 100، ولاحظ انه العدد ماشي متزايد، والفهم يعني اكثر ما نجح المبادره الاخ والزميل نزار، الفهم الوعي اللي انا شفته في الامهات وفي الاباء انا حاجه ما توقعتها حقيقه، يعني الناس دي فرحت فرح يعني وسندت المبادره، وانه قالوا احنا ما متخيلين انه الاجراءات سهله، ما متخيلين انه يعني بدون يتيم نربيه، واحنا فاكرين انه في برنامج بتاع ام بديله او امهات في العنابر موجودات يعني براتب من وزاره الرعايه الاجتماعيه او التنميه الاجتماعيه، هم الناس كانوا فاهمين الحاجه دي، ما فاهمين انه في كفاله دائمه. الحمد لله احنا اول ناس نعمل مبادره انسانيه للايتام وندخل الدار ونوريهم انه في كفاله دائمه، الناس دي ما كانوا متعرفه، كانوا فاكرين. يعني استاذ اعتماد ذكرت لي انه دوركم تنويري وهدفه إنساني ديني اجتماعي، أيوة. لأنه تربطوا الأسر اللي ما أنجبت وما عندها أطفال بالأطفال فاقدي السند والأطفال الأيتام وتلمون، وقلت إنه حيكون عندكم دور إن شاء الله مستقبلي في المتابعة. أنا داري أقف معك عند النقطة دي، وهي نقطة تعتبر حساسة نوعا ما، بعد ما الأسرة تتبنى طفل، دوركم انتو ودور دار رعاية الأيتام أو دار الأيتام في الخرطوم في متابعة الطفل منذ اللحظة الأولى بعد التبني. طبعا هم يعني ناس ما شاء الله منظمين، ناس عندهم أتيام بتاعت إرشاد نفسي، عندهم دكتورات، بالإضافة لنا نحن طبعا كلنا كأصحاب مراكز خاصة تخصصنا، طبعا إحنا ناس متخصصين في مراكز الأطفال، خبرات سنين طويلة، وناس قاعدين سايكولوجي، نحن هم حيتابعوا كدور للأيتام وكطفل، هم طلعوا من دار الأيتام مسؤولية، المسؤولية حقتهم يعني المنوطة لهم من الدولة إنه يتابعوا اليتيم، ونحن كمبادرة أو كرابط أو كناس إنسانيين اجتماعيين حسينا ببلدنا ودارين نرفع بلدنا ودارين ما يكون عندنا أيتام وما يكون عندنا مشردين وما يكون عندنا أولاد شوارع، نحن برضو حنتابعهم من خلال البيت عبر الباحثات الاجتماعيات وعبر المرشدات النفسيات، وأكيد من الورش اللي بنعملها ليهم واللقاءات والاجتماعات والترابط الأسري اللي حيكون بيناتنا، حنكون أسرة كبيرة جدا جدا بالمناسبة. أكيد الأم يعني زي ما هي كانت مربية وكانت معلمة وبتربي الأجيال، ما حيغلبها تربي يتيم. أستاذ اعتماد، أنت درستي علم النفس وعندك مركز خاص باحتواء الأطفال والعناية بهم وتدريبهم وتدريسهم والرعاية بصورة عامة، يعني نعم، كيف وجدتي الحالة النفسية من خلال تعاملك مع الأطفال للأطفال الموجودين في دار الأيتام؟ والله طبعا الأطفال الموجودين يا أستاذ نزار في دار الأيتام هم شريحة صغار السن شديد، يعني عمر كم شهر، ودي الشريحة اللي احنا مستهدفينها، لأنه الطفل من عمر يوم لستة شهور بيبتدي يميز ويبتدي يتعرف، عايزين الكفالة تكون من عمر شهور صغيرة عشان الطفل يتعرف على الأم ويميزها، لحد ما يصل لعمر سنة إن شاء الله الطفل ده بيكون أدرك كل الحاجات، لأنه آخر الأبحاث اطلعت إنه الإعاقة يا جماعة ما هي الإعاقة الذهنية أو الحركية، الإعاقة بتبتدي للطفل من ما هو يفتح عينه ويلقى نفسه هو ما عنده أسرة، ما عنده أب، ما عنده أم، تتكون عنده تراكمات نفسية وبتكون أثرت على صعوبات التعلم، وبيكون زول مثلا يعني معقد نفسيا، وزول عنده إعاقات كثيرة، يعني الإعاقة ما هي الإعاقة بتاعت الطفل لما يلدوه أو لظروف صحية أو كده، عشان كده احنا حسينا بأنه في مجتمعنا السوداني يعني الطفل ده ما مهم، احنا الدولة دي حنكوينها بشنو؟ نحن ما حنمشي كأجيال ونكبر في عمرنا والأطفال دي هم اللي حيكونوا مستقبل السودان ومستقبل الدولة،
نحن لازم نعيشهم في ظروف أسرية ممتازة، يكون من أبو ومن أم. والموضوع بجد موضوع سهل جدا وموضوع بسيط إذا لقى وعي. نحن لما لقينا الوعي نجحت المبادرة. إذن أنتوا حددتوا سلفا الأعمار المطروحة للتبني من دار الأيتام. أيوة، من عمر 6 شهور ولحد يعني قلنا 6 شهور 7 8 9، دي الفترة الجميلة جدا للطفل عشان يتعرف عليه. ابتداء من عمر 6 شهور. أيوة، ابتداء من عمر 6 شهور. لحد كم؟ لحد يعني 9 شهور، ده العمر المناسب جدا عشان الأم ذاتها تعيش معه كل المراحل، فتح عينه، راغبته، يتعرف على الألوان، نطق ماما، نطق بابا، يعني ده ما تتخيل وضع نفسي ذاته للأم الكافلة كيف. جميل. المرحلة المقبلة من مبادرة بيت لكل يتيم. المرحلة المقبلة طبعا نحن هسه فكرنا بأنه قلنا المبادرة دي إن شاء الله ما حتكون جمعية ولا منظمة، لأنه دائما المنظمات والجمعيات يعني بتكون عندها أهداف كثيرة، نحن مركزين على اليتيم فقط. بما ان احنا مركزين على اليتيم لازم تكون مبادره، والمبادره الانسانيه والاجتماعيه دائما انجح من اي منظمات او عمل بتاع جمعيات خيريه. فنحن هسه الفكره الجايه ان شاء الله على اساس انه الايتام ديل، نحن مثلا لو مسكنا قطاع التعليم عددنا يمكن ما اقل من 9000 مركز بالنسبه ل7 محليات، وعندنا مدارس وكده، قلنا دايرين ان شاء الله حتى الاطفال يعني في دار الايتام ما في اطفال كبروا وما لقوا كفاله، الناس ما كان فاهمه موضوع الكفاله الدائمه. نحن ان شاء الله حنخاطب ال7 محليات على اساس انه نستوعبهم في الرياض مجاني، الناس المشوا لسن المدرسه حنستوعبهم في المدارس مجاني. يعني قلنا نحن ذاتنا حنعمل شغل جميل للدار. ان شاء الله باشمهندس المعز وهو باشمهندس زراعي حيجيب اسمار يعني من الليمون والبرتقال من الاشجار المثمره النادره اللي فيها فيتامين سي، ان شاء الله حتزرع في الدار. الدار ما هو بس عمر 6 شهور، الدار فيه لسه في اطفال يعني اعمار مختلفه، ديل معاون امهات بديلات وامهات موجودات في العنابر. فالناس لان ما كانت عارفه الكفاله الدائمه كانوا دائما بس الوحده بتمشي تقول خلاص وظيفه انا لقيتها، اكون ام في العنبر مع الطفل او اكون ام بديله انا قاعده مع الطفل. فده ما الحل الجذري يا استاذ نزار، الحل الجذري البيت يتفتح للطفل ويعيش في اسره. مهما عاش في الدار وانت بقيتي له ام بديله ما حيكون في المستقبل، حتكون برضه عنده ترسبات نفسيه. الحل الوحيد والحل الجذري انه بيت لكل يتيم. جميل. ونحن بنتكلم عن مبادره بيت لكل يتيم، لعله الناس كلها بدات تتساءل، يعني مبادره جميله وفيها نفع للطرفين، فيها انس بالنسبه للاباء والامهات اللي ربنا ما رزقهم باطفال، وفيها لمشمل لهؤلاء الايتام بحيث انه يجدوا اباء وامهات يربوا في كنفهم. وقلت لي انه المبادره انتم بديتوها من الخرطوم بحيث انه تشمل الايتام الموجودين في دار الخرطوم، هل التبني كذلك محصور على الخرطوم؟ لانه مساله انه الخرطوم دي حيحصل فيها لبس. أيوة. انه الايتام الموجودين في دار الخرطوم التبني شكل التبني يمكن اي زول. أيوة. من اي مكان يتبناهم داخل السودان. أيوة. ولا يلا شروطكم برضه للناس. أيوة. الاسر اللي يلا يا استاذ نزار، احنا قلنا التبني لغير المسلمين والكفاله للمسلمين. يلا ام درمان فيها دار ايتام، بحري فيها دار ايتام، شرق النيل فيها دار ايتام، الجبل فيها دار ايتام. نحن بدينا بمجموعتنا بتاعت المبادره كلنا ساكنين في الخرطوم، يعني تاني ناس بحري حنمشي نعمل لهم اجراءاتهم في بحري، ناس ام درمان حيكونوا في ام درمان، السودان كله في دار ايتام، في كل محليه او في كل منطقه من مناطق السودان الدور كثيره جدا بالمناسبه. يعني اي زول يكفل للطفل الموجود في منطقته. ايوه يكفل للطفل. هسه بدينا ليه بالدار بتاع الخرطوم على اساس انه المبادره الناس كلهم اغلبهم كانوا ساكنين الخرطوم. يعني هسه الـ50 الاوائل ديل يمكن فيهم 2 ساكنين في بحري ولا ام درمان، كلهم ساكنين في الخرطوم. يلا بعد كده نحن حنتابع كل الدور الموجوده في الـ7 محليات لانها هي مبادره كبيره. بعد شويه ان شاء الله حننتقل للاغاليم نشوف كل دور الايتام. المبادره حقتنا حتصل مدني، حتصل بورسودان بشكل توعوي للناس كلهم على اساس انه كل زول يكفل يتيم. فانا حقيقه ما كنت متخيله عدد كميه الناس اللي ما كان عندهم اولاد. يعني انا كنت بشوف ناس كثيرين زمان، طبعا اصل الظروف الاقتصاديه ما اختلفت زمان، الايتام ديل اي يتيم مهما يكون عددهم تلقى البيوت اتفتحت لهم، لكن هسه مع الوضع الاقتصادي بقى اليتيم ما في طريقه، امك وابوك ماتوا، اتفقدوا في حرب، حصلت لك مشكله، يا هو جيبوا دار الايتام. الوضع الان اختلف في السودان، زمان الايتام ديل ما كنا بنحس بهم، يعني الدار بتاع الايتام ده يهود ونشي في الثمانينات يعني في عهد نميري وكده. يعني زمانك الاسر دي كلها كان فاتحه بيوت لانه البلد كان بخيره، الظروف الاقتصاديه كان كويسه، لكن هسه الان استحاله انك انت اولادك ما قادر عليهم عشان انت تجيب لك طفل يتيم. ونحن برضه سعدنا ببعض الناس قالوا يا جماعه والله احنا عندنا ولد وبيت كبروا بقينا قاعدين برانا ليه ما نكفي اليتيم؟
يلا بقت كفاله الايتام حتى ما للناس اللي ما ولدوا او ناس عندهم ظروف صحيه او ناس بيوتهم فارغه، حتى الناس اللي كبروا اولادهم وحسوا بوحشه يعني وحشه في بيتهم ودايرين طفل يونسهم برضه جونا. يعني ما كلهم، جاتنا مثلا حالات من الكفالات النادره، مثلا ام عندها 5 بنات نفسها في ولد، كذلك عندها 6 اولاد عايزه لها بنيه. فنحن ان شاء الله الموضوع بقى ماشي طيب جدا والفهم بقى واعي حتى للناس اللي عندهم اولاد. انا يعني شكر لك جدا استاذ اعتماد، كتر خيرك استاذ اعتماد البدوي نور، مديره مركز شيخ الخاص للاطفال ومبادره بيت لكل يتيم. موفقين ان شاء الله، وربنا يعني يجزيكم خير عن هذه المبادره ويثبت الاجر ان شاء الله. وشكرا لقناه الشروق، طبعا دي اول قناه يعني تنطلق منها المبادره، وان شاء الله حنفرحكم بحاجات كثيره بعد استلام باقي الايتام كلهم، ونعمل برنامج طيب جدا مع قناه الشروق. وانا شاكره لك الاخ والزميل نزار، وان شاء الله الفهم يكون وصل وحباب كل الناس اللي دايرين ينضموا للمبادره. والارقام 0122 30 49 87 و0929 60 796، واتساب 0932 89 33. تواصلوا معنا ان شاء الله. مبادرة بيت لكل يتيم مبادرة إنسانية اجتماعية، مقرنا في شارع المطار إن شاء الله، مبادرة إنسانية اجتماعية، ما هي منظمة ولا جمعية ولا هي جهة بتجمع الأموال، ولا هي في الفيس موجودة يعني في جروبات كبيرة، هي مجموعات في الواتساب، والحمد لله العدد بتاعهم كبير. وشكرا جزيلا لقناة الشروق، وشكرا جزيلا لك الأخ والزميل نزار. شكرا، دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل، والتي تحدثنا فيها عن مبادرة بيت لكل يتيم، هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف لإيواء الأيتام وفتح البيوت السودانية لهم. أتواصل برفقتكم، نحن وأنتم ظلال الأصيل، هامي الجميع.